نتعرفوا على الاقتراحات المستمعات. معنا أم سارة من مراكش. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم سارة لاباس عليك؟ الله يبارك فيك أختي سارة، تحية ليك والطاقم ديال ميد راديو والمستمعات. شكرا، مرحبا بسلامك، بارك الله فيك. أنا عندي واحد الاقتراح بغيت نعطي لك، ربما يقطع عليا التليفون. يلا واخا. عندي واحد الكغاتان كتجي زوينة. إيه واخا. ولكن عندها واحد الليمون خاص أنا اللي اختارته. إيه واخا. دوك لي زويتخم اللي كناكلوهم دوك الكبارين. اييه تكون الكبار. كنحتفظوا بهذاك، كنحتفظوا بديك القوقعة ديالهم وكنغسلوها مزيان بالشيتا وكنحتفظوا بها. وكندوزو كنطلقوا بطيطة وخيزو وجلبانة في الماء والملحة. اييه. ونصفيوهم مزيان ونديرهم في شي بينية. ونقطعوا عليهم واحد ثلاثة الفرماجات مفلسين. وشوية ديال الفرماج موتزاريلا. وشويه ديال الحمر اختياري اللي بغى يزيدو اللي ما بغاش ماشي مشكل. وشويه ديال المعدنوس مقرد. شويه ديال زيت العود والمليحه والبزار. وشويه ديال السودانيه. وشويه ديال التحميره. وكندير انا كنديرهم بالحوت بالسومو. اييه ولا وممكن يعني قمرون ولا حوت بياض ولا بالدجاج كاع اللي بغى. المهم الحوت كنبخروه، الا كان كنبخروه شويه الكسكاس مع شويه ديال المليحه والبزار وشويه السكينجبير، كنرشوه غير شويه ونبخروه غير واحد شويه باش نقدروا نفتوه على المقادير الاخرى. ديك الخضره كتقطعها طريفه صغيورين ياك؟ طريفه صغيوره ما حيتش لاده. وكنزيدوا على داك الحوت الا كان عندنا سوا ملي بخرناه كنفرتوه فوقها، وكنزيدوا عليهم واحد الفلفله مشويه صفراء والحمراء. اييه. نشويوها ونقشروها ونقطعوها حتى هي رقيقه ونزيدوها عليهم. ونشحروا واحد البصيله بشويه زيت العود ومليحه والبزار حتى هي ونزيدوها عليهم. ولا كنا درنا صدر دجاج ولا بيبي كنشحروهم على ديك البصيله. اييه. صافي ونخلطوا هاد المقادير كلهم ونعمروا بهم دوك المولات وندخلهم الفران. يعطيك الصحة. والله يعني فكرة ممتازة. بارك الله عطيك، يجيو غزالين وحق الله العظيم، وخصوصا فهاد المولات عرفتي كتعطي ريحه الحوت فاش كيكونوا في الفران. لا والله لا مزيان فعلا، هاد لي زويتخم اللي كيتكالوا هادوك الكوكياجات ديالهم يعني صافي كنرميوهم بسهوله. خصوصا كيكونوا في شهر جوج شهر ثلاثه كيكونوا موجودين كيكونوا كبارين راني تبارك الله يعني. لا فعلا كيشبعوا يعني، غير كل وحده نديروا فيها هذا الاقتراح. وكيف ما قلتي دابا تبارك الله عطيتينا هذه الفكره، يعني المستمعات والسيدات يبدعوا فيها يعني. المهم انا عطيتكم هكا ندير الحوت، يقدر كاع يدير الحوت الانواع يخلطهم ويقدمهم مع الحامض. أيه تقدموا حتى مع شليدات هكا بريستيج تزينوا بهم هكا عامرين. الله يعطيك الصحه، والله فكره ممتازه. والله العظيم انا الضياف اللي كيجيو عندي كندير لهم كمقبله. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لك. والله الا كتجي غزاله قبلوا عليا بزاف. والله ودي بالعكس، هذه راه يعني فكره ذكيه من عندك بانك ديري هالطريقه، تبارك الله عليك. بارك الله فيك، يعني ما اختصاصيه ما والو غير وتبارك الله الحمد لله. راه يلا اختي قبلوا عليا. بارك الله فيك ام ساره، ما تغبريش علينا وفوق ما تلقايش شي فكره بهذا الشكل تواصلي معنا ان شاء الله. شكرا لك بزاف ام ساره من مراكش على هذا الاقتراح، ونتمنى انكم تزيدوا تبدعوا فيه. يعني فعلا كيف ما قلت هو انه هذوك الكوكياجات ديال السويتخ يعني كيكونوا ناخذوا دوك الكبار فيهم، هذوك الكبار فيهم غادي يجيو فيهم هذا الاقتراح ديال هاد الخضره. الخضره يعني البطاطا خيزو جلبانه يعني مسلوقين في شويه ديال الماء والملح ومقطعين طريفات صغيورين، وكيف ما قلت نخلطوهم مع ثلاثه الفرماجات مثلثين، نخلطوهم مع الموتزاريلا. وخاصه هذا الاقتراح الا درناه مع الموتزاريلا، لان الموتزاريلا كتذوب كامله وكتجي معلكه، فغادي تجي مزيانه احسن من الفرماج حمر. وممكن انكم تخلطوهم حتى هما المعدنوس مقرد رقيق وشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح والابزار وشويه ديال التحميره، ممكن نديروا الشوميه اللي تيبغي الحار. كذلك بالنسبه للانواع ديال الحوت، سواء الهبره ديال الحوت الابيض او السلمون الصومو او اي نوع ديال الحوت تفوروه وكتضيفوه مقطع لهاد مع هاد الخضيره. الا كان دجاج غادي تشحر مع ديك البصله، وحتى السيرومي حتى هو السيرومي تيكون يعني واجد طايب، ممكن حتى هو نضيفوه. الفلافل الالوان يعني
مشويين ولا مشحرين على حسب الاختيار. يعني تبارك الله أم سارة عطات هذه الفكرة وكيبقى على حسب الإبداعات ديالكم. راه ممكن دابا بهذا الشكل ممكن نزينوا بهم هذوك لي سالاد بريستيج، ممكن نديروهم كمقبلات ونبقاو نعمروا بهم أي حاجة بغينا، لأنه هذاك الكوكياج ديال لي زويت كتكون إلا كانت هذوك الكبار تيكونوا قاصحين، يعني تيكونوا قابطين مزيان، فبسهولة نحطوا فيهم أي حشوة بغينا وبسهوله ندخلهم في الران، يعني يدوب فيهم تيجيو قاصحين، يعني ديك الكوكياجات ديالهم كتحفظ داكشي اللي فيهم لداخل. ممكن اننا نزينوا بهم كذلك حتى هذوك الانواع ديال البسيطلات ديال الحوت، ممكن نديروا شي حشوات هكا في جناب ونقدموهم. فمشكوره جدا، عجبتني هذه الفكره بزاف، ونتمنى انكم تزيدوا تبدعوا فيها وتطبقوا هذا الاقتراح.